فاطمة رشدي الفنانة اللي قدمت عمرها للسينما والمسرح، كانت مفعمة بالطاقة والحيوية ومثلت في كل أعمالها باحتراف وصدق. تزوجت من عدة مخرجين منهم المخرج كمال سليم ومحمد عبد الجواد، وعاشت بعيد عن الأضواء لسنوات طويلة. مرت السنين وبعد كل النجاح والشهرة والثراء اللي وصلت لهم، تدهور الحال بفاطمه رشدي وانهت حياتها فقيره، واعتزلت الفن في اواخر الستينات، وانحصرت الاضواء عنها مع التقدم في العمر وضياع الصحه والمال. ولسبب ما خسرت كل اموالها لدرجه انها نامت في الشارع، لحد ما تدخل الفنان فريد شوقي وطلب من المسؤولين علاجها على نفقه الدوله،